الشقة دي كان مأجرها تقريبا قبل الحادثة دي بحوالي أسبوع. كانتش مع مراته، أخته، البواب ولا أي حد يا فندم. قبل الحادثة دي بسنة كان مطلق مراته، وكل الجيران بتقول إن مفيش أي حد كان بيزوره. ومراته فين دلوقتي؟ اتجوزت وقاعدة في شقة في المقطم، وعنوانها موجود في الملف سيادتك. واجب نعزيها في جوزها الأولاني. تمام يا شيخ. بس عارف أهم حاجة في الليلة دي إيه؟ إن الزبون ينبهر. فهمني يا بابا؟ صبح عظمته. أهلا يا شبورة. إيه الأخبار؟ الأخبار مش حلوة خالص الصراحة عظمته. ليه؟ يعني الموضوع متجعلص حبتين. رحت عشان أسأل على مراد ده في عنوانه اللي اديتهولي، طلع عزل من هناك بقاله سنتين. قعدت عيس على حد يديني عنوانه الجديد لحد ما وصلت له. حلو. لا مش حلو. رحت عنوانه الجديد ده عشان اسال عليه، قالوا له انه اصلا خبطته عربيه ومات من سنه ونص. مات؟ طب وما تعرفش مسكوا اللي خبطه ولا لا؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. سالت عليها، طلعت العربيه اللي خبطته وهبقت اختفت، ما حدش عرف يجيبها. طب وممدوح؟ لا ممدوح ده بقى حواره حوار، ده حواره متجعلص اكتر من مراد. ده بقى كان قاعد مع اصحابه في البيت سهرانين مع بعض، نزل يجيب علبة سجاير مرجعش، اختفى. طلبوا البوليس معرفش يجيبه. قعدت بقى انا شمشم على حد يقول لي معلومة، يقول لي راح فين جاي منين. بس اهل المنطقة شكوا فيا، حسوا ان انا غريب. لقيت بقى نفسي داخل في سين وجيم وحا ودال، رحت مالس منهم في مينة اللا مينت قبل ما يتحفل عليا. طب وقالوا ما صدقوا انه اختفى؟ ايه استعوضوا ربنا فيه؟ لا قالوا قدموا كذا بلاغ، بس الحكومة ما عرفتش تعمل حاجة. بس أنا لا مؤاخذة عظمته، يعني الحكومة هتدور على مين ولا مين؟ ما هو كل يوم في واحد بينزل من بيتهم وما بيرجعش. وحصل إمتى الكلام ده؟ تقريباً من سنة ونص. برضه؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. لا وصلت الحاجة؟ الصراحة لا. طب اخلع أنت وعلى تليفونات. حصل عظمته. اللي تشوفه. حبيب قلبي يا ناس، طبخت لك بايديا. يلا قولي بقى عامل ايه؟ الوجع خف شويه يا حبيبي؟ الحمد لله. طب وانت عامل ايه؟ تعبان؟ اكيد زعلان من اللي حصل، بس الحمد لله. قدر ولطف، قدر ولطف. انا مش زعلان من اللي حصل، انا زعلان من اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه زعلك بس يا زياد؟ هو انت لغايه امتى هتفضلي مكسوره قدام سيد؟ سكتي سكتي زي كل مره بتسكتي فيها. مره لما رحيم اتسجن وخد منه المركب، والمره التانيه لما طرد جده هشام من القصر، والمره التالته لما ضربني قدامك وانت قاعده ما تهزتيش. كان غصب عني يا زياد. هو معقول يكون ده حب؟ هو في حد بيحب الاهانه؟ الاهانه بتضيع اي حب. بص يا زياد، انت مش فاهم. انا فعلا مش فاهم. في الاول قلت يمكن خايفة، رحيم مسجون، جده كبر في السن، هشام كلنا عارفين عايش نفسه بس. لكن دلوقتي ايه؟ انت عارفة انت اختي مين؟ انت اخت رحيم السيوفي. عارفة يعني ايه رحيم السيوفي؟ زياد في حاجات كتيرة قوي انت مش عارفها. خلاص يبقى تعرفيني. انت عارفة يعني ايه ابن يشوف كل يوم امه بتتهان؟ بص يا زياد، في حاجات بين الراجل ومراته ما ينفعش تتقال، بكرة لما تكبر هتفهم. انا كبرت على فكرة، كبرت بدليل اني مش قادر اشوفك بتتهاني كل يوم من سيد. على فكره سيد مهما عمل هو ابو بناتي، وبكره لما تتجوز هتعرف كويس قوي يعني ايه الست لازم تضحي وتستحمل عشان عيالها.
بس انت استحملتي اللي محدش قدر يستحمله. ليه محسنين انك مقطوعه من شجره؟ ها؟ عندك عيله تقدر تحميكي انت وبناتك. مش هتفهمني، مش هتفهمني يا زياد. بس كل اللي انا عايزاك تعرفه وتتاكد منه ان انا بحبك قوي. بحبك وبخاف عليك فوق ما تتصور والله. انت لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعد جواه والله. والله بحبك قوي. خلاص انا اسف. وحشني يا رحيم بيه، وحشني الشغل معاك والله. ما انا علشان بقالي فتره ما شفتكش، ما رضيتش اجيلك بعد الغيبه الطويله دي وايدي فاضيه. وامرني. ما يامرش عليك ظالم. البضاعه بتاعت كمال النوري اللي مركونه في المينا بقالها كام شهر. مالها؟ تلزمني. ما تغلاش عليك يا رحيم باشا، بس انت عارف مفيش قشه بتخرج من المينا الا بورقه. وادي ورقه. ده ورق تخليص البضاعه. وعشان انت راجل موظف خبره وقديم، عارف طبعا ان الورق ده مضروب، بس مضروب بذمه. علشان كده هيعدي عليك ومش هتاخد بالك. وساعتها بقى الرجاله هتبتدي تحمل البضاعه على العربيات. واول ما العربيات تخرج من المينا بنص ساعه بالظبط، وعلشان انت موظف شريف، هتصرخ وتقول يا جدعان يا جدعان الورق ده مضروب، رجعوا العربيات. وعلشان انت كمان قلبك طيب، مش هترضى تعمل محضر، هتعمل اثبات حاله وبس، وتعمل اتصالاتك وترجع السواقين للعربيات، وتدخل العربيات المخازن وننزل البضاعه تاني. الله ينور عليك. وتعدها علبه علبه وعلى الاقل من مهلك. بس البضاعه اللي خرجت مش هي نفسها البضاعه اللي رجعت. ايه ده؟ ده انت ما طلعتش موظف شريف وبس، ده انت طلعت موظف برم كمان. دودو ما تقومي ترقصي. مش مزاجي. ما هو عشان كده لازم تقومي. يلا. ايه ده، علاج جديد بتجربي فيا ولا ايه؟ بالظبط. يلا قومي بقى. يلا. ايه هقوم ارقص لوحدي؟ يا ستي اطلعي انت بس وشوفي كل الناس هتيجي وراكي. يلا قومي. هو انت قلت لعماد ان انا هنا؟ عماد هو جه؟ ايه يا دانيال؟ عماد مش محتاج عزومه، ده صاحب مكان، احنا كل ليله سهرانين هنا اصلا. مساء الخير. مساء الفل. ايه يا دودو؟ ما بتردش على تليفوني ليه؟ كده عشان افضل مبسوطه. هو من امتى تليفوناتي بتضايقك؟ من زمان. ده كلام جديد بقى؟ ما تتعود عليه بقى. جريئه يا داليا، انت بتعرف في الشرب ولا ايه؟ انا مش عارفه ازاي جاي تتكلم معايا كده عادي بعد ما بلغت عني. انا كنت هتسجن تاني بسببك. اوكي، واديكي خرجتي بالسلام. بقول لك ايه، ما تيجي ننسى. انت يا مريض يا مجنون. وانا ممكن اكون مجنون، لكن انا مش حرامي زي رحيم. باخد مجهود خيري. الخطه دي كلها والتخطيط ده كله انا اللي عامله، وهو دخل في الاخر برشط وعمل فيها شجاع السيما. انا زهقت منك ومن رحيم وقرفت منكم انتوا الاثنين. هقوم ارقص بقى. احسن ما تجيش ورايا. لا، ما انا هتفرج من هنا. متهيألي في حد جه زاركم وقعد معاكم شوية، صح؟ حصل يا باشا، في واحد جه زارنا، بس احنا مالناش علاقة بأي حاجة. ما حضرتك يا باشا أمن وطني، والأمن الوطني عارف كل حاجة. تمام. ما قالكمش اسمه إيه؟ ما قالش. هو يا فندم اقتحم علينا الشقة وعمل لنا رعب ودخل كده من غير لقيحين ولا دستور. بلاش اسمه، شكله ايه؟ هو طويل وعريض وضخم كده وعنده ده تقريبا. عنده ده. طب اللي عنده ده، ده كان لوحده ولا كان مع حد؟ لوحده. طب طالما راجل اقتحم عليكوا الشقه وكلام كبير قوي كده، ما عادش بلغ ليه؟
الراجل ما عملش اي حاجه يا باشا. هنروح الاسم نقول ايه؟ الراجل دخل علينا الشقه، سالنا سؤالين وخد بعضه ومشي. طب يا مدام، عايزك تقولي لي بقى هو سالك في ايه وانت جاوبتي عليه بايه؟ ماشي يا مدام، انا بسال المدام. كريم، احنا هناخد داليا معانا نوصلها. ماشي. لا لا لا، خد انت مراتك وروحها وانا هوصلها. لا لا، احنا مش هنسيبها كده.